ما تعرف عليك باشمهندس حسام العباسي. حياك الله. بدنا رايك بالدوره اليوم، الماده المطروحه، وليش انت موجود اليوم في هذه الدوره؟ اول شيء نشكركم على جهودكم معنا في هذه النشاطات وهذه الدوره. يعني من الشغلات اللي بنحب نشارك فيها اول شيء من اجل التواصل اللي موجود بين المهندسين، وهذا الشيء يعني نحتاجه كثيرا. ثاني شيء الدوره المحتوى العلمي اللي موجود فيها نفتقر له، يعني في شغلات كثير، التطور التكنولوجي السريع والفيسبوك والتويتر وغيره وغيره، شغلات كل يوم بيطلع لنا شغلات جديده، هذا احنا ما لحقناها وما حصلنا حد يعلمنا عليها، حتصير اوت ديت. والمهندسين الاردنيين معروفين انهم من افضل المهندسين في الفيلد، ففرصه انه نثبت وجودنا ونستمر على اثبات وجودنا. طيب شو بتنصح مثلا والله المهندسين الاخرين اللي ما اخذوا هذه الدوره عشان يجوا ويحضروا زي هيك الدوره؟ هذه بدها شوية شغل لما يشوف الفائدة المرجوة منها على أرض الواقع. الناس عندك طبيعتين، أو طبيعة الناس يا أما بيجي نتيجة حب يتعلم شيء جديد أو نتيجة يشوف البنفيتس. فإذا ما كان هو يرغب في أنه يجي من أجل محبة العلم أو محبة الهدف نفسه، لما يشوف البنفيتس اللي استفادوها الناس الثانيين هيجي لوحده. الله يعطيك العافية. الله يعافيك.